اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. النهاردة وحضراتكم شايفيني وسامعيني، كتير عن ناس اتكلموا وقالوا نمبر ون. أنا مش هقول الناس اللي قالوا على أنفسهم إن هم نمبر ون. ليه؟ لأن هم مش شغلنا. كتير قالك أنا نمبر ون، وكتير في بعض المجالات قالك أنا رقم واحد، وكتير ناس بتزكي نفسيها وبتتحدث عن نفسها وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني وهبهم هبة لا تتكرر. النهاردة أنا معايا بقى نمبر ون الحقيقي المصري الأصلي اللي عاش في مصر، العالمي، لا أزكي على الله أحدا، ولكن دي الحقيقة، البروفيسور اللي اتعلم تعليم حكومي معايا ومعاكم، اللي احنا بنتدلع على حسه، ومحدش من البيوت المصرية النهاردة للأسف هقدر أقول ما يقدرش يعيش هو ولاده من غير الواي فاي. معايا البروفيسور الأستاذ الدكتور حاتم زغلول. منورني يا دكتور. منورنا في البرنامج، وشرف لينا تواجدك معانا يا دكتور. لا شرف ليه طبعا، الله يكرمك. الدكتور حاتم دكتور مصري أصيل متواضع لا يغالي في الأشياء. أنا هقول لكم معلومة بسيطة بس هتفهموا منها مين الدكتور حاتم زغلول. دكتور حاتم بيعد من العشرة على مستوى العالم من تاريخ البشرية اللي غيروا في النظم الرياضية والمسائل الرياضية. هو مخترع الواي فاي، ومطور التو جي والثري جي والفور جي والفايف جي. العالم كله النهاردة بقى عالم تكنولوجي إلكتروني بحت. مش عايز اتكلم كتير، لكن يكفينا فخرا ان هذا العالم مصري. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. حضرتك اتعلمت تعليم حكومي؟ حقيقة يعني ما كنتش في الكوليدج مش عارف ايه والمدارس الأجنبية والحاجات دي؟ لا خالص، لا تعليم حكومي مجاني. طب ممكن تقول لنا عن نشأتك كده التعليمية البسيطة يعني؟ يعني كنت في مدارس حكومية طول الوقت، درست الاتحاد في الابتدائي في امبابة، وبعدين امبابة الاعدادية، وبعدين مدرسة الأورمان السنوية، ومنها لجامعة القاهرة، وبعدين جامعة عين شمس عملت رياضيات بعد الهندسة في القاهرة، وبعدين سافرت برا عملت ماجستير ودكتوراه في الفيزياء. طب امتى يعني ظهرت العبقرية مع الدكتور حاتم زغلول؟ هل انت وانت عندك 7 سنين، انت عندك 10 سنين، ازاي الامور تطورت مع حضرتك وبقيت يعني بتبتكر وبتخترع مسائل الرياضية؟ لا هو يعني اولا ما اعرفش ان انا عبقري يعني، لكن العالم كله عارف ان حضرتك عبقري. ما اعرفش يعني، ما درستش الموضوع ده، لكن يعني نقول النبوغ في العلم او في الرياضيات ظهر في اواخر اولى ثانوي. يعني انا طول عمري في فصول المتفوقين، لكن في تانية ثانوي ابتديت اظهر بقى بقوه في الرياضيات. كان في حاجه اسمها الرياضيات الحديثه بتعتمد على حاجه اسمها الفئات، يعني حاجه كانت ابتدعها ديكارت. فالرياضيات دي عجبتني وظهر يعني ظهر نبوغي فيها يعني.
ده البداية يعني. وبعد كده استمريت بقى في الرياضيات على طول، ومنها للفيزياء والهندسة. طيب حضرتك هاجرت من مصر سنة 1983، لو كنت فضلت في مصر بلدنا الحبيبة كان آخرك تبقى إيه؟ لا كنت هبقى استاذ جامعه وبدرس والحمد لله يعني. كنا مثلا بنأثر في اجيال ما تصورش، لان يعني الناس فهمها غلط يعني. الناس هتقول لا لان ما فيش امكانيات وما لا، الحقيقه بالنسبه لي هي منظومه، واهم حاجه في المنظومه هو الهدوء والراحه النفسيه. فمصر للاسف الزحمه والمواصلات والحاجات دي كلها كانت هي اللي هتعوقني، مش الامكانيات. الزحام يعوق العالم طبعا يعني. الواحد بيحاول يركز يعني. في كندا، في انا كنت في كالجاري في كندا. الواحد لما بيخرج من ساعه ما بيصحى الصبح لساعه ما بينام بالليل يقدر يفكر في نفس المشكله ويركز ويحلها. لكن امتى جت لحضرتك فكره الواي فاي؟ بس انا عايز اعدل حاجه في اللي انت قلته. انت قلت ان احنا يعني لينا فضل على ال2G. الحقيقه لا، ال2G كان ظهر قبلنا يعني. 3G 3G وال4G وال5G لينا الحمد لله فضل عليهم. ماشي، تطور الطبيعه دكتور يعني. الفكره العبقريه الواي فاي اللي احنا النهارده العالم كله اصبح عباره عن عالم واي فاي. الاولاد الطفل الصغير يصحى النهارده لو الواي فاي قطع يعني يعمل مشكله في البيت، ممكن ما ياكلش وما يشربش. ده لدرجه ان انت عاوز تجمع اسره اقطع الواي فاي عشان يتجمعوا. بالظبط. ده انت كده يعني هل اثرت يعني انا اسف يعني بالسلب على الاسره، ولا الواي فاي الفكره العبقريه دي جت لحضرتك امتى؟ فاولا تعال نبدا من العكس. انت سالت عن التاثير السلبي. طبعا كل حاجه في الدنيا ليها تاثيرات سلبيه وتاثيرات ايجابيه. الشخص بنفسه هو اللي بيقرر يعمل بيها ايه يعني. فده للاسف ماليش تدخل فيه. ممكن تبقى ليها تاثيرات ايجابيه كتيره جدا في الصناعه وفي الـ يعني ان البني ادم ينتج اكتر. للاسف احنا مستهلكين اكتر منا منتجين، لكن ان شاء الله يعني نتقدم ونبقى منتجين. بالنسبة للتكنولوجيا نفسها، كنت بشتغل في شركة الموبايل في ألبرتا في كندا، والشركة طلبت مني أساعدهم يختاروا تكنولوجيا لل2G. ودرست التكنولوجيات. كان ساعتها أنا كنت بعدت عن الاتصالات فترة، فاستعنت بصديق اللي هو الدكتور ميشيل فتوش. كان خلص الدكتوراه، أنا كنت لسه ما خلصتش. كان خلص الدكتوراه في الاتصالات، فقلت لهم انا يعني زميلي ميشيل يساعدني في الاتصالات اكتر. حاجه محترمه ان انت تذكر زميل ونحن نمجد في حضرتك يعني. ذكر ده شيء من الاحترام والتقدير يعني. فاستعنت بميشيل ودرسنا التكنولوجيات اللي موجوده. كان في 6 تكنولوجيات مقترحه. وبتوفيق من ربنا شركه الموبايل دي اشترت اكبر شركه انتاج موبايل يعني بتصنع. ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ الشركة دي ساعدتنا نعرف التكنولوجيا وصلت فين بالظبط. وده شيء مهم جدا لأي مخترع، عشان لازم يبقى عارف الصناعة فين عشان يتقدم بيها. تمام. فما اشترينا الشركة دي في كندا. بقى معايا 24 دكتور اتصالات بيساعدوني أنا وميشيل. ما شاء الله. فالحمد لله درسنا التكنولوجيات وقررنا نستخدم الجي اس ام. بس ما كانش حتى الجي اس ام طلع لسه، الكلام ده سنه 90. فاستعملنا تكنولوجيا قبليها كان اسمها IS54 وبعديها الجي اس ام. لكن كتبنا في التقرير النهائي ان كل التكنولوجيات دي وحشه. فقالوا لي انت يا دكتور فيزياء جاي تقول لجهابذه الاتصالات تكنولوجياتكم وحشه؟ قلت لان اقصى سرعه كان هيوصل بيها ال2G كانت حوالي 250 الف معلومه في الثانيه. احنا ايامها كنا بنشتغل ب 200 و300 معلومه في الثانيه. فهم قالوا يعني انت جاي تقول على 300 الف وحشه؟ طب ما احنا بنشتغل ب 300. قلت لهم لا، بس الانسان لو داق يعني السرعات يعني العاليه عالم دي. الفيزياء يا دكتور يتفوق على كثير من العلوم. طبعا لو بتطبق
انا فاكر في جمله لحضرتك واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض قلت لي العالم ده كله 8 مسائل رياضيه او مش عارف. لا طبعا يعني جمله كده لطيفه عاوزه يعني افهم 8 مسائل رياضيه العالم كله 8 مسائل رياضيه. لا لا يعني صح كده ولا انا ولا لا انا لا لا نسيت, نسيت شويه يعني لا هو في معادلات رياضيه بسيطه او محدوده هي اللي بتوصف اغلب الحاجات اللي في العالم يعني. لا اسبق القول وكلها باراده الله يعني عشان بس خلق ده كله يعني انا كلها باراده الله طبعا. فنرجع ان فقلنا لهم ان كل التكنولوجيات دي وحشه فبعد قالوا لي طب يعني قول لنا تكنولوجيا كويسه ما دام كده يعني. فانا بصراحه ما اهتمتش لان كنت في شركه موبايل والشركه طبعا وجهتني اشتغل في حاجات تانية لكن مش المنسيش وفضل يزن عليا ان ندرس حاجه اسمها الاو اف دي ام ودرسناها فعلا ولقينا ان ليها مشاكل لكن حلينا المشاكل دي بسرعه جدا واقترحنا بقى نظام ال دبليو او اف دي ام بيقولوا عليه والنظام ده اتبنى عليه بقى السرعه في اللي هي ال تي اي في ال 4G واتبنى عليه ال 5G كله وال 3G كان اختراع تاني يعني. طب عندي سؤال كده يعني في حته كده صغيره يعني لو الفكره جت لحضرتك في مصر وجت الفكره دي زيها نفس الفكره في الصين وجات نفس الفكرة في ألمانيا وجات نفس الفكرة في أمريكا وجات نفس الفكرة في اليابان حضرتك شايف مصر تطبقها خلال قد إيه؟ أمريكا قد إيه؟ بما إن حضرتك يعني أنا يعني طبعا ده هذا حقك عالم وتعلم ما تقول يعني الفكرة لو جات في أي دولة من الدول اللي أنا ذكرتها دي وجات في مصر تطبق خلال قد إيه؟ يعني لو انا عندي الامكانيات في امريكا يعني مثلا لو انا رئيس شركه انتل مثلا وهكرس كل امكانيات الشركه ان تنفذ فكرتي ممكن تتنفذ خلال 6 ساعات. ست ساعات؟ 6 ساعات يعني أمريكا. لو انت قلت مثلا امريكا طب مصر معلش بقى لا 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 قبل مصر مثلا فاليابان بتدعي 5.5 اليابان تسبق امريكا بتدعي في تطبيق الفكره الصناعيه او الفكر التكنولوجي العالي يعني بالظبط. الصين بتهزر وتقول قول لنا فكرتك وهندور هنطلعها لك من الدرج اشتغلت ولا لا فهم سابقين فكرنا حتى بيقولوا ما شاء الله ده 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 دي حاجه جميله قوي دي هو بيدعوا كده خلونا عارف حضرتك انت خطفتني بالجمله دي هنفتح الدرج الصين تفتح الدرج موجودة عندنا ولا لا؟ اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ إذا هم يسبقون العالم الصين؟ بيقول يعني اللي أنا شفته كتير يعني يسبقوا العالم؟ طبعًا يعني لسه ياما في الجراب يحاوى عندهم؟ طبعًا هم سبقوا بالتكنولوجيا طبعًا الكل عارف موضوع الـ 5G والحرب مع ترامب دي كانت على إن هم بمناسبة الـ 5G معلش عشان الأسئلة كتير ويمكن في مداخلات تجي لك من بعض العلماء أو يعني عشان حضرتك طبعًا عالم جليل الـ5G قريت او سمعت قريبا ان هو ليه علاقه بانتشار الكورونا فهل حضرتك يعني تقدر تقول لي وبما انك انت حضرتك مطور لهذه الشبكات يعني الـ5G مؤثره في انتشار الكورونا فعلا ولا ده كلام بيدرج من الناس اللي هم يعني بيحبوا يعملوا بروبوجندا يعني هو طبعا هنقول الاول ان ما نعرفش ده الرد البسيط لكن التفاصيل بقى في نوعين من الـ5G في سرعتين في سرعة بيقولوا عليها 3 مليار معلومة في الثانية ودي في موجات طبيعية بنستعملها في حاجات تانية كتير فمستحيل ان يبقى الموجات دي سببت أمراض ده يعني لكن في نوع تاني سريع جدا أسرع ما انتشرش في العالم لكن اتجرب فعلا في ووهان وفي نابولي في ايطاليا ووهان دي كانت منشأ ال للاسف اللي حصل بقى الموجات دي عاليه الكلام بتاعنا ده موثق يا دكتور عشان الكلام ده انا عارف ان هو كلام موثق عن حضرتك لان يعني يا يؤخذ علينا يا يؤخذ لنا فالموجات دي حوالي 50 و60 جيجا هرتز يعني سريعه جدا 5G الموجات التانية مش المنتشرة عالميا مش اللي اتطبقت في بعض البلاد العربية اللي منطبقة في البلاد العربية دي أقل مثلا أقل وحسب معلوماتنا أمان جدا يعني. طب الحمد لله 5G ما زالت أمان في الدول العربية بلا شك لكن
في موجات اتجربت سريعة جدا. الموجات دي قرب درجة يعني موجات غليان الأكسجين، يعني احنا بنغلي المية في المايكرويف عند 2.4 جيجا هرتز مثلا. لا، الأكسجين لو عايزين نغليه بنغليه عند حاجة و50 جيجا هرتز. ال 5G تقدر تتحكم في غليان الاكسجين؟ لا، هو مش ال 5G، الموجات اللي هي الموجات اللي طالعه من الدوائر دي، الموجات اللي يعني لو احنا هنعمل جهاز يغلي الاكسجين هنعمله عند نفس تقريبا موجات ال 5G. فطبعا لو الاكسجين بنتنفسه بيغلي مضر. ففي ناس ربطت بالسبب ده. ده كده احنا داخلين على حرب تكنولوجيه غير عاديه. لا طبعا، لا يعني انا برضو جالي سؤال من احد الافاضل، يعني بيقول لي اسال الدكتور بما انه هو يعني في هذا المجال، هل العالم مقدم على حرب كهرومغناطيسيه؟ ممكن اول مره حد يدرك هذا اللفظ او هذه الكلمه في برنامج توك شو. هل العالم مقدم على حرب كهرومغناطيسيه؟ الأسلحة الأيام دي اللي متركز عليها جديدة أسلحة كهرومغناطيسية. يعني نشرح يعني فضل إيه؟ فكرتها إيه برضه دكتور؟ في نوعين، في أسلحة مداها طويل وبتأثر على مناطق كبيرة جدا، وفي أسلحة مداها قصير وبت يعني زي بندقية لها استخداماتها ليها حدود مجال. الأسلحة الثقيلة اللي هي قنابل نووية عادية بس ما بتضربش على الأرض، بيفجروها 500 كيلو مثلا تقريبا فوق الأرض. أما بتأثر على حاجة دكتور؟ في تعمل لو قنبلة ثقيلة زي مثلا قنبلة ثقيلة. طب وهل في دولة استخدمتها؟ تجارب. تجارب. فوق المحيط. فين حضرتك؟ فوق المحيط. أنهي دولة اللي؟ أما أمريكا. أمريكا وروسيا أعتقد الاثنين جربوا. وده معلن لل طبعا ده موجود. طب عمل أثرت على إيه الموجات الكهرومغناطيسية دي أو القنبلة النووية دي؟ فالقنبلة النووية طبعا احنا عارفين ان ليها تأثير انفجاري، يعني ليها موجة انفجارية. طبعا دي بتكسر المباني كل حاجة وفيها ليها موجة إشعاعية بتأذي الأجسام وتحرق وكده. ده روسيا اتضررت كتير جدا فوق 500 كيلو بقى بتكون الموجتين دول انتهوا، فالموجة الإشعاعية والموجة الانفجارية ما بيوصلوش الارض. اللي بيوصل الارض موجه مغناطيسيه قويه جدا. فلو عدت على اي سلك بتولد فيه تيار كهربائي عالي جدا يحرقه. يعني انا كده معلش انا هكلم الناس، انت حضرتك طبعا انا هكلم الناس بشيء من العاميه، يعني حضرتك قصدك تقول ان هذه القنبله النوويه اذا ضربت على مثلا مسطح زي مصر مثلا تفقد مصر الطاقة تخلي الكهرباء تتوقف مثلا؟ مش كهرباء بس. كهرباء تتوقف وكله؟ لأن هي هتحرق الأسلاك، فشبكة توزيع الكهرباء هتتحرق. ده موضوع كبير قوي يا دكتور. طبعا، لأن هتعدي فيها. هل متوقع أن دولة تستخدم ده ضد دولة تانية؟ لو استخدموها هنرجع بقى للعصر الحجري، هنحط بقى الفحم ولا هيبقى مش هيبقى في فحم كمان، هيبقى مفيش موبايل، مفيش اي جهاز كهربائي بيشتغل. انا جالي سؤال دلوقتي على الهواء بيقولوا لي هل ال 5G هيتم زرعه في المصل اللي هو هيتحط في الـ يعني الناس بتاخد مصل دلوقتي في الجسم البشري كمضاد للكورونا؟ كورونا فعلا ممكن ده؟ لا طبعا، يعني ده افتراض. لا، هو افترض كذا افتراض، يعني ان اولا المصل فيه حاجه، وثانيا ان ال 5G ممكن يكلم الحاجه دي. فطبعا دي افتراضات، يعني افتراضات طبعا ما نعرفش. لكن حضرتك من خلال ابحاثك ما عرضش عليك هذا الامر؟ لا، ما اعرفش يعني. طيب، هو برضو يعني برضو من ضمن الاسئله المهمة، رأي حضرتك إيه في التعليم في مصر؟ هنقول أول حاجة دلوقتي وسابقا، فنرجع لسابقا الأول لأن ده خبرتي يعني. فالتعليم اللي أنا تعلمته في مصر لا يعلى عليه، يعني السابق بلا شك، يعني التعليم في الستينات والسبعينات
كان قبل التابلت ده انت حتى مخترع الواي فاي يعني حضرتك يعني تدعم هذه التكنولوجيا؟ اه طبعا. لا لا يعني فبلا شك التعليم القديم اللي هو زي ما قلنا للسبعينات كان لا يعلى عليه، بمعنى ان لما رحت كندا مفروض تاخد ست هاف كورسز عشان تاخد الماجستير. انا خدت 10 وخدتهم في ترم واحد ما شاء الله. حضرتك تفوقت على العلماء الاجانب. لا مش يعني الطلبه، الطلبه اللي كانوا زي حضرتك. و هم بياخدوا الكورسات دي في قد ايه؟ ممكن في ترمين وفي ثلاث ترمات. انا يعني خدتهم في ترم واحد وجبت ايه يعني المتوسط بتاعي. فيعني ده كان بس فرد عضلات ان احنا لا ده انتم موادكم سهله جدا يعني، ده انتم بالنسبه لنا يعني احنا ناكلكم في الف ما شاء الله ما شاء الله. ف ده بلا شك كان يعني قوه التعليم في مصر. في صوره معانا على الهوا، كانت امتى دي يا دكتور؟ دي بعد ما اتخرجت اشتغلت في شركه اسمها شلومبرجي للبترول. فدي كانت في هولندا حتة. افتكر هولندا. ايوه ده انت لفيت العالم بقى. معاهم لفيت كتير. طب والتكريمات، في تكريمات حصلت لحضرتك؟ انا في كل حته رحتها يعني الحمد لله. أنا طب ما تذكر لنا شويه تكريمات كده. هو احسن تكريم كان من دي فين الصوره دي؟ دي في الاكاديميه البحريه في ابو قير. من اعلى التكريمات الحمد لله كانت من مجله في كندا، اعتبرتني من واحد من اعظم 10 كنديين. لسه كنت بقول لحضرتك قراتها يعني حضرتك. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بالرغم من تواضعك الجميل اللي انا حبه قوي يعني، ان انت من ضمن العشرة المؤثرين في تاريخ البشريه. يعني هم فاعتبروني من اعظم 10 كنديين. في مجله مصريه اعتبرتني من اعظم 10 علماء. ما تعرضش عليك جنسيه غير المصريه يا دكتور؟ يعني اتعرض كذا من كذا دولة يعني. كذا دولة؟ يعني هيدفعوا بقى؟ لا والله ما كان مش فاكر ان كان فيها فلوس يعني. امال هياخدوك ليه يا دكتور؟ لازم العلم طبعا، واكيد فيه برضه يعني محفزات يعني. لا انا يعني بطريق المعيشة والعمل يعني كان ممكن اخد الهولندية والألمانية. وبعدين طبعا خدت الكندية. وبالمعيشة كان ممكن الأمريكية. ايه صحة بقى ان حضرتك يعني اخدت 3 مليار دولار ولا 4 مليار دولار ساعة ما تم التصريح بالواي فاي؟ لا طبعا القصة مش كده خالص يعني. الشركة اللي احنا انشأناها الشركة كان اسمها وايلان وموجودة حاليا لحد دلوقتي. الشركة دي ملك امتلكت الاختراع يعني، مش بعناهن احنا، اسسنا الشركة. واساس تأسيس الشركة هو ان احنا اديناها الاختراعات بتاعتنا انا وميشيل، كان عندنا اختراعين في المجال ده يعني. الشركة بناء على الاختراعات دي جمعت اللي هي امتيازات على براءة الاختراع على مدى من 2006 ل 2013 تقريبا، جمعت فوق 2 مليار دولار، ودول على اساس الاختراعات دي يعني. فده الاساس الحقيقي يعني، لكن الفلوس ما جاتليش انا شخصيا، جات للشركه يعني. طب يعني حتى ما خدتلكش يعني شويه فلوس حلوين كده؟ الحمد لله. لا طبعا انا يعني ما انا مؤسس، مش هنحسد يعني، مش هنحسد. انا مؤسس الشركه وفي يوم من الايام كان معايا يعني مبالغ كبيره. يعني ما شاء الله كام كده مثلا دكتور؟ انا عاوز اقول لهم العلم برضو له فوائد عظيمه. لا العلم يعني لا انت يمكن حضرتك واحنا بنتكلم بره في الهواء قلت لي جمله بتقول لي انا كنت داخل في الرياضات ومش عارف هتجيب لي فلوس قد ايه. لا طبعا أنا يعني وانا صغير في ثانوي اما ادركت ان انا كلنا بنحب الفلوس يعني، اما ادركت ان انا شاطر في الرياضيات كان عندي شك انها تقدر تعمل اي حاجه يعني ماديه يعني. لكن الحمد لله جالنا مره دكتور قدام حضره وشرح ان هو ساعد في توصيل القمر، مش القمر، الابولو 11 للقمر. ف يعني وبعدين قال ان هو دكتور رياضيات، فعجبني ان ده ممكن يعني نعمل بيها حاجه يعني. فالحمد لله. لا هي الرياضيات اللي ساعدت في كل حاجه الحمد لله يعني. في قصه لطيفه كده حضرتك حكيتها لي، انا حابب ان انت تحكيها للمشاهد على الهواء يعني. فيها شيء من الابهار يعني، لما راح اخو حضرتك يشوف النتيجه بتاعت سنه اولى في كليه هندسه. اعدادي هندسه. يا ريت حضرتك تحكيها لنا كده. هو القصه فيها ظرافه من ناحيه ان وانت كنت سافرت بقى، امتحنت وسافرت بالظبط. فاتاخروا قوي في ان هم يبعتوا لي النتيجه.
فانا ابتديت اشك ان ممكن اكون سقطت في ماده او حاجه ومش عايزين يعكروا عليا الصيف يعني. فاخويا بعت لي جواب كان ظريف جدا يعني، فبيحكي لي بقى ان هو راح شاف النتيجه، فاول حاجه بص على جيد جدا ما لقاش، فنزل لجيد ما لقاش، مقبول ما لقاش. طب السقطين لا فقال لا ممكن امتياز بقى، ممكن ليه لا، راح الامتياز ما لقاش، فراح الامتياز ما لقاش، راح بقى السقطين برضه ما لقاش. ايه الموضوع يعني؟ احتار جدا وقال الولد ده يظهر في حاجه غريبه، اترفض من الجامعه وما قالناش او ما امتحنش وضحك علينا بالظبط. فالفراش اللي موجود لاحظ يعني ان هو محتار يعني. أيوة. فقال له انت بتدور على ايه؟ قال له اخويا حاتم زغلول. فقال له لا تعالى ده ما ليه موضوع. ايه بقى اللي حصل؟ كانوا حاطين النتيجه في قايمه لوحدها. سبحان الله. فلان يعني لو كنت تعلمت بنفس الارقام يعني المجموع بتاع الطلبه يمكن كتير طلبه كتير سقطت يعني. فهم كانوا عملوا لي يعني نتيجة خاصة يعني ده حدث، يعني حدث تاريخي ان ربنا يكرم واحد من الطلاب ويتم عمل نتيجة خاصة له من كلية عظيمة زي كلية هندسة جامعة القاهرة. عملوا لك نتيجة خاصة. يعني قالوا انت عديت ساعتها 100%. في اغلب المواد. يعني جبت كام؟ 100 وكام؟ لا يعني ما هم كانوا بيقولوا لنا جرب تحل 5 أسئلة مثلا، وعاده يدونا 8. اللي بيحل الخمسه بياخد 100%. فانا كنت بحل الـ8 ما شاء الله في اغلب المواد يعني. ف عبقري بقى يا دكتور. لا الحمد لله تيسيرات ربنا وفتوحاته بلا شك. علاقتك بوالدك ووالدتك كان ليها تاثير في حياتك؟ طبعا. يعني كنت ولد عاق؟ لا ازاي الحمد لله. لا معلش انا بدي اكشن يعني من باب الناس تعرف ان العلاقه مع الاب والام هي سبب النجاح بلا شك يعني. وانا يعني احنا كلنا عارفين ان ربنا وصى بالوالدين بعد بعد نفسه على طول يعني سبحانه وتعالى. وانا اعتقادي ان التوصيه دي لان هم مدرسه الحياه على الارض، الاب يعني والام. طبعا الله سبحانه وتعالى للاخره والحياه على الارض، لكن هم المدرسه الحقيقيه. ربنا بي بي بيحط لنا تحديات عن طريقهم. التحديات دي تعلمنا ازاي نعيش على الارض. فالحمد لله انا علاقتي بوالدتي كانت فوق الوصف ممتازه طائع يعني ولد مطيع الحمد لله يعني. ما كنتش اعرف ان من حقنا ساعات ما نطيعش يعني. انا فهي مثلا كانت طالعه السلم ذاكر يا حاتم، وهي نازله السلم ذاكر يا حاتم، كنت اذاكر يعني او اقرا يعني. يعني هل انت حياتك كلها قضيتها في المذاكره والقراءه، ولا كان عندك برضو يعني ايه نقدر ندي متنفس لاولادنا ان هم برضو يعني يبقى عندهم شيء من الرفاهيه شويه؟ طبعا يعني كنت بلعب كوره، كنت بلعب شطرنج. دول كانوا الهوايتين الوحيد اللي عندي. وقت معين يا دكتور كنت منظم في وقتك؟ جدا كنت منظم جدا، كنت بعمل جدول يعني ده سبب اسباب النجاح لحد كبير. والدتي كانت محافظه على الجدول ده وتوري للناس يعني. كنت بذاكر يعني اعمل جدول، والجدول ده فيه الوان، الاحمر معناه اني ضعيف في الماده، انا حاسس اني ضعيف في الماده دي، فالاحمر لازم يبقى كتير. يعني الماده اللي بذاكرها بالاحمر دي معناها ان انا ضعيف فيها وبقوي نفسي يعني. تمام. واللي شاطر فيها بعملها بالاخضر، وفي الوان بقى ما بين يعني. فكنت منظم جدا في المذاكره. طب احنا في سؤال سالناه وحضرتك يعني يعتبر ما اختصرنا الاجابه فيه. او الحديث خدنا عشان حضرتك ما شاء الله برضو يعني معلوماتك قيمه ومؤثره. قلنا الفكره تطبق في امريكا 6 ساعات، اليابان ممكن 5.5، الصين 70. الفكره يعني بالسالب. طب مصر بقى للاسف يعني احنا لا نعيب في بلدنا. طبعاً. هي قصه بس ايه يعني العالم في حته، واحنا برضو زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج ان انت عشان تطور نفسك لازم تعرف المجتمع العالمي او العالم فين عشان تبدا من بعد ما هو انتهى. بالظبط. صح كلامي كده؟ ولا والنقد لا يعيب اي حاجه، النقد بناء يعني نتطور يعني. بالظبط. بس حضرتك مصر بقى ممكن تبقى الفكره خلال قد ايه؟ ممكن تبقى في الملا نهايه
يعني لان ممكن مثلا انت تبقى محتاج شبه موصل معين والموصل شبه الموصل ده يقف في الجمرك. انت قصدي حضرتك ان مثلا شيء هيتم يعني ما هي فكره من فكره لواقع فبنحتاج اجزاء فممكن مش الاجزاء دي بنشتريها من بره وممكن لاسباب يعني بره امكانيات الواحد ما الاجزاء انت دي انت حضرتك شايف البلد. العقل المصري او الشاب المصري او الشابه المصريه قدراتهم العقليه بعيدا عن حاتم زغلول المبتكر والمخترع واللي ربنا فتح عليه واكرمه ويسر له اموره شايف ان المجتمع المصري فيه شباب يستحق ان يكون عالم؟ بلا شك بلا شك يعني نقول ان انا ما بحبش يعني اميز ان في شعب اذكى من شعب تاني او كده لكن الظروف يعني كنت ذكرت انت الحرب الكهرومغناطيسية الدراسات بتقول ان لو الحرب دي حصلت فوق امريكا الاماكن المؤثرة ممكن 40% من شعبها يموت خلال سنة يعني ما عندوش فكرة يعمل ايه لو الكهرباء قطعت احنا كلنا عارفين نعمل ايه فالحاجة ام الاختراع فاحنا للأسف حاجاتنا عالية الشعب عنده طاقة عالية جدا على الاختراع والابتكار فده شيء عظيم يعني وده شيء يحسب للشعب المصري يعني نعم. الشعب بيتصرف وبيعرف يخترع. طب هنطلق مع حضرتك في حتة كده يا رب نلتقي فيها أو نلاقي فيها إجابة. كان بعض الأبحاث العالمية وبعض ما جم يفرغوا المخططات والأحجار الفراعنة اكتشفوا ان هم عندهم علوم العالم النهارده العالم لم يصل اليها لدرجه ان هم مفكر يعني في ناس اتحدثت عن العلوم الفرعونيه او العلماء الفراعنه ان هم كان معاهم جن يعني معلش انا اسف في هذا التعبير ولكن كل الامور تمشي بمقادير الله طب يعني ازاي العالم من الصعود بعلم زي علم مثلا التحنيط اللي هم لغايه النهارده يعني بيحاولوا يكتشفوا سر من اسراره ده بالاضافه لعلوم اخرى علوم الطب والطاقه هم فكروا ان الفراعنه طلعوا القمر انا بقول لحضرتك معلومات طيب النهارده بما ان حضرتك عالم وعالم فيزيائي كبير ومؤثر في الـ في الـ في العلوم البشريه ازاي العالم من هذا الصعود فجأة البشرية بتحاول تعيد شيء ما وصلتش حتى لنقطة واحد من عالمية للي وصلوا له الفراعنة انا معلش لا كلام ده كلام مهم جدا لا يعني طبعا احنا ما نعرفش كانوا عارفين ايه بالظبط لان حصل شبه انتهاء لهذه العلوم للحضارة الفرعونية لكن طبعا نقدر نقول ان احنا عارفين حاجات معينه يعني والحفريات اللي هم سابوها والحاجات اللي هم سابوها بتقول ان او الاثار اللي هم سابوها بتقول ان هم مثلا في الغالب كان عندهم كهرباء يعني دي مفاجاه على الهواء الغالب كان الفراعنه عندهم كهرباء بلا شك لان بلا شك يا دكتور انا باخد الكلام معلش ده كلام عشان الناس ما تقولش علينا احنا يعني عيب ان انا اقول بنفتكس او بنقول حاجات مش موجوده اما دخلنا الاهرامات لاول مره ودخلنا كهرباء لما دخلنا الاهرامات ولما دخلنا اللي هي مثلا وادي الملوك المقابر بتوع وادي الملوك فين الهباب بتاع اللي هم مولعين عشان يرسموا جوه يمكن زال اثره ما هو فين يعني ما فيش خالص قصد حضرتك استخدام الطاقه اللي هي المحترقه اللي هي بالظبط هم استعملوا طاقه نظيفه دي ما فيهاش جدال يا سبحان الله وما سابتش هباب طب ليه ما فيش علماء زي حضرتك كده واخرين يعني يدرسوا هذا العلم يعني يعتبر العالم مش مدرك هذه العلوم لا في طبعا يعني يقال ان تسلا اللي هو العالم المشهور نيكولا تسلا قبل ما يروح امريكا زار مصر وفي الهرم ادرك يعني تسلا تقريبا اخترع كل حاجه
يعني في الكهرباء. فتسلا بيقولوا ان هو خد افكاره من الهرم، يعني هو اقتنع ان هم كان عندهم طاقة نظيفة. ده احنا نروح نقف قدام الهرم ونضرب تعظيم سلام. بلا شك بلا شك، يعني الهرم ده سر طاقة عالي جدا يعني. يعني الناس لما بتقولك احنا فرعنا، يعني او بعض الناس تنتسب الى الفرعنة، ده تشريف. طب بلا شك. لا انا عايز اقول لك حاجة مهمة. الحضارة الشرقية المصرية القديمة اغلب الظن النهارده ان كان عندها علم بكل العلوم، بالطاقه النوويه، بس كانوا على وعي اعلى مننا بكتير جدا، اعلى من الحضاره الغربيه الحاليه، ان هم مش عايزين ياذوا العالم. يعني الطاقه النوويه لما بتستخدم بتسيب اثار بالظبط، فهم ما حبوش يسيبوا الاثار دي. الكهرباء اللي هم استعملوها نظيفه جدا، كل حاجه ممكن يكون يستخدمها. دكتور وانا بتحدث مع حضرتك وإن كنت لست عالما في علم الفيزياء، ولكن جات لي فكرة، يعني ممكن يكونوا استخدموا طاقة غير الطاقة الكهربائية، طاقة لم يعرفها العالم حتى الآن. هو ممكن، لكن في من الآثار اللي هم سابوها، الرسومات اللي هم سابوها، في حاجات بتوحي إن كان عندهم كهرباء. يعني إن هم توحي إن هم عندهم كهرباء. طبعا يعني في زي إيه يا دكتور؟ في صورة بتظهر حد واضح إنه مريض، وحاطين فوقيه شمعه، مش شمعه، شمعه كهربائيه يعني. أي كبيره. واضح ان هم زي اكس راي، يعني بيشوفوا بتجيب دقائق الامور في جسمه يعني. بالظبط. ففي حاجات كتيره غير مفهومه يعني. في بيقال ان في حصل تفجيرات نوويه يعني في عصر الفراعنه، بيقال ان في معركه مشهوره في على حدود الهند حصل تفجير. طيب سؤال مهم جدا وجوهري. النهارده كل البيوت فيها واي فاي. طيب يقول لك ما تنامش جنب التليفون المحمول والواي فاي، ابعده مش عارف عن ايه واستخدمه عن ايه، وابعده عشان مؤثر على موجات المخ ومؤثر على الاجسام ويسبب الامراض. ده ربما كمان بيربطوا الامراض الحديثه باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثه. احنا نقدر عايز روشته يا دكتور من حضرتك. يعني اهم حاجه طبعا ان لازم نعرف ان المخ البني ادم ده مهم جدا يعني، ويعني مش لازم نحط التليفون جنب مخنا كده على الودن 6 ساعات في اليوم. لا ما ينفعش. ما ينفعش. يعني البنات اللي بتحطه جوه الحجاب مثلا وسايباه كده ده مش كويس. يعني التليفون بيطلع موجات كهرومغناطيسيه اللي اتكلمنا عنها، والمخ حجمه مناسب جدا للموجات دي، فمش كويس انه يبقى التليفون جنب المخ كده على طول. الافضل نستعمل سماعه، والافضل بالسلك مش بالبلوتوث. ده الافضل. الافضل بتنقل الموجات لكن بنسبه اقل بكتير. فده يعني اذا الطاقات الحديثه او التكنولوجيا الحديثه بالرغم من فايدتها الا انها مؤثره على الاجسام. طبعا الواي فاي لازم يبقى بعيد، ما ينفعش تحط الواي فاي راوتر على يعني مكتبك. يعني بمسافه قد ايه يا دكتور؟ اقل حاجه متر. تبتعد عن الموبايل. يعني الموبايل يبقى بعيد عنك متر. لا مش الموبايل. لا بيصدر موجات برضه. لا الراوتر لانه الموبايل بيشتغل قليل، لكن الراوتر شغال تقريبا على طول. فابعد الراوتر عن الاطفال، ابعده عن نفسك. طب بلا شك الاطفال المفروض ما يستعملوش الاجهزه دي كتير، يعني لانه هو فتره نمو سريع، فالتاثير بيبقى أسرع اقوى يعني. في برضه سؤال على الهوا كده، حضرتك كان في مشكله مع ابل؟ مشكله كبيره. طب ما عاوزين نعرف كده ايه اللي حصل. ابل ده متحكمه في النهارده، اللي بيمسك ايفون ولا يقول لك ده ايمج. احنا في كان عندنا قضيتين يعني مع ابل. القضيه الاولانيه قضيه الواي فاي. الواي فاي واتحلت لان حد دفع نيابه عنهم. دفع لحضرتك يعني؟ دفع لوايلان لشركتنا يعني. وحضرتك جيت برضه يعني، ربنا اكرمك. طبعا. وبعدين الواي فاي كان برضه مشكله مع ابل. وايه تاني بقى برضه؟ وبعد كده مشكله 3 جي، براءه الاختراع. على اساس ال 3 جي الكل كان دفع تقريبا، وما كانش فاضل غيرهم يعني. فعملنا قضيه معهم بالاسم يعني، هم بس يعني للاسف فشلت. ازاي بقى؟
كان قصة ظريفة قوي، العدالة الأمريكية عجبتني جدا فيها. القاضي لما بتروح قضية اختراعات، حضرت حضرتك هذه الجلسات؟ أنا كنت شاهد. وليه قصص مع القاضي يعني. ده المخزون عندك كبير بقى دكتور، الحمد لله ما خدنا، ده احنا كده عاوزين حلقات بقى. الحمد لله. فالقاضي لازم يشرح الاختراع للمحلفين، تعرف ان هم هناك بيبقى محلفين هم اللي بتختار. فاحنا اخترنا القضية تبقى عن طريق محلفين، فالمحلفين صعب عليهم يفهموا الاختراع تكنولوجيا. فالقاضي بيعمل قضية صغيرة قبل قضية الاختراع بيشرح فيها الاختراع، فزي بيقول عليها بري ترايل، قضية ابتدائية بيشرح فيها الاختراع. فهو شرح الاختراع، فأبل لاحظت انه ما شرحش في الاول، ودي كانت مهمة جدا، ان الاختراع ده يتعلق بالموبايل. طب ما تعترض حضرتك، فهم شككوا المحلفين ان الاختراع عن الموبايل، فهم قالوا لهم الشخص ده اخترع الواي فاي وخد فلوس كتير عليه. ما يعتبرش ده تواطؤ يا دكتور ولا لا يعني لا من حقه. القاضي في الاول خالص، انا فاكر اول حاجه قالها القاضي، ما تصدقوش الاثنين دول المحاميين، ده هيقول لكم كلام ممكن يبقى غلط يتجمل، وده هيقول لك كلامه لا ممكن يبقى غلط خالص. مع احترامنا معلش للسادة المحامين اخواتنا واصحابنا يعني، عشان ما حدش يزعل مننا يعني، لكن عاوز تقول حضرتك ان هو ان هم قد يجملوا الحقيقه. لا من حقه يكذب. لا ما بحبش انا كلمه الكذب. لا 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 من حقه في الدفاع، في الدفاع يكذب. يكذب طبعا من حقه يعني، او يصور الحقيقه بالشيء من الجمال عشان يدخل على القاضي بطريقه معينه. هو القاضي في القضيه قديه لهم كده، ما تصدقوش ده ولا ده، انتوا لازم تدوروا على الحقيقه. فالقاضي قال لهم على المنصه هذا اللي هو المحامين، لا تصدقوا هذا ولا ذاك، دوروا على الحقيقه، انتوا دوركم تحكموا بالحقيقه. فهو استغل الثغره ان القاضي ما شرحش ان الاختراع ده يتعلق بالموبايل، وقالوا للناس ده اخترع الواي فاي، والكل عارف انه اخترع الواي فاي، جاي يقول لنا كمان انه اخترع الـ3G. فقدر يلعب في دماغهم ان هم اقتنعوا ان كلمه الموبايل ما اتذكرتش في الاختراع، لكن الأظرف منها أنه ولا كانت كلمة الواي فاي، هو الاختراع كان لاسلكي وخلاص. فقدر يلعب في دماغهم فحكموا بدي. فالقاضي ما عجبوش أن المحلفين اتضحك عليهم، فهو قال أنا دي آخر قضية بحكم فيها. كان طالع على المعاش يعني؟ كان طالع على المعاش. قال لهم دي آخر قضية بحكم فيها، وللأسف هقول حاجة مفروض ما أقولهاش، أنا غلط. القاضي اعترف، كتب في الحكم. طب ما هو انا غلطت. ما هو لو اخطا يا دكتور اذا يعدل الاحكام. فهو قال انا غلطت ولازم، ما فيش استئناف عندهم، خدوها استئناف. رحتوا للاستئناف؟ فروحنا للاستئناف على اساس ان القاضي غلط في شرح القضيه واقر بغلط، اللي هو الجماعه المحلفين يعني. بالظبط. لا ان المحلفين حكموا ضدنا لكن بغلط من القاضي، خطا يعني. القاضي اقر بخطا، اقر بخطا. يا سبحان الله. الاستئناف قال لو كنتوا جيتوا للعداله كنت كسبتكم، لكن انتوا جيتوا على القانون، القانون في صف ابل، لان القاضي حكم وما يقدرش يقول عنه هو غلط. بس بتقول اقر ان هو خطا. قالوا ايوه. ايه الكلام ده؟ بس قالوا هو حكم. طب دي ما تبقاش سياسه يا دكتور. لا 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 خالص، لا لا. انا حتى القرارات عجبتني في جمالها يعني، ان قاضي يقر ان هو اخطا في اخر قضيه عنده، دي كان شيء جميل جدا يعني. قبل ما انهي الحوار مع حضرتك وهذا اللقاء الجميل اللي انا بتشرف فيه مع حضرتك، هل هناك ايام مؤثره في حياه دكتور حاتم زغلول غيرت مجرى حياته بشيء غير متوقع، ولا هي ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل ايه الاسباب يعني؟ انت اجتهدت، كنت طائع للوالده والوالد، اشتغلت على نفسك، كنت راجل مجتهد، كنت راجل بتذاكر، كنت راجل بتحاول تجتهد في وقتك، بتحافظ على ترتيب الاوقات، وحلفك توفيق ربنا سبحانه وتعالى، صح كده؟ طبعا.
طيب ايه اللي شافوه الكنديين في حضرتك خلوهم ينبهروا ويجتهدوا ويخلوك في مقدمة هذا الاختراع؟ بس انا عايز حلمز على حاجة انت قلتها الاول. انت كنت بقول في ايام مؤثرة. هقول لك يوم مؤثر بالعكس. فسنة 83 كنت بزور والدي في لندن. فقال لي ما تيجي تقعد معايا هنا، انا عندي فكرة جبارة. انا اعرف دكتور في حاجة جديدة. فكلمني على الكمبيوتر جرافيكس سنة 83. سنة 83. وقال لي ان الدكتور ده عايز يحط اسس انك تعمل افلام ساعتين بالكرتون. افلام لسه بقى ما فيش كمبيوتر، ما كانش فيه اي من عملت الحاجات. ايه بقى يا دكتور؟ هو احنا هنقعد نتفرج على فيلم ساعتين كرتون؟ ده مستحيل. وما اهتمتش. ورفضت. ورفضت. فسبحان الله لو كنت دخلت في المجال ده كان يعني ظريف اكتر من واي فاي في رايي. ربنا يديك الصحه يا فندم، احنا سعداء بوجود حضرتك معانا دكتور حاتم زغلول. انا يعني قبل ما اختم لقائي مع حضرتك، انا بعتذر للساده المشاهدين اللي هم حاولوا يتواصلوا معانا في مداخلات كثيره كنت وتم رفضها مع انا بعتذر على الهوى، لان انا كنت حابب ان انا يعني استمتع واخد شويه معلومات لعالم من العلماء الاجلاء المحترمين المصريين اللي بيضرب المثل الحقيقي في العلم. انا هعلق وهو مع والدكتور حاتم معايا تعليق بسيط. امبارح كان في احد المشايخ وهو مشهور في مصر وكان في شهاده امام المحكمه. انا عايز اقول لجماعه الناس اللي هم بيحبوا ربنا، احنا كلنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش تبقى انت ماشي ورا واحد مش عالم. الاستاذ اللي اتسال امبارح قدام المحكمه انا لا اقلل منه كعابد، هو عابد وليس عالم. السيد المحترم القاضي الجليل بيقول له حضرتك تخصصك ايه؟ يعني الدكتور النهارده حاتم ربنا يديله الصحه ويبارك لنا فيه، راجل متخصص، راجل عالم، علم، يقدر يعلم بشرية، يقدر يعلم ويؤثر، بيقدر من العشرة المؤثرين في العالم في علوم الفيزياء والرياضيات. لكن امبارح المستشار القاضي الجليل بيسأل الشيخ اللي الناس كتير جدا، فالشيخ بيقول له أنا كنت بقول للناس صلوا على النبي كتير. هو أنت محتاج تبقى يعني ناس صنفته ان هو عالم، يقول لك العالم الجليل محمد حسين يعقوب. لما جيت سأل قدام المحكمه، ودي حاجه حزنتني انا وزعلتني وزعلت ناس كتير جدا، ما هو يا اما تبقى عالم، اما القاضي يسالك ما تخصصك. عشان كده بقول للناس يتعلموا من الازهر، ويمكن الدكتور حاتم معايا ويتفق معايا. انا بقول للناس روحوا الازهر الشريف يا جماعه، منبر ليس له مثيل على مستوى العالم، والله ليس هذا تبجيلا ولا افتخارا بالازهر عشان انا مصري والازهر في مصر، لا هي دي الحقيقه. الازهر الشريف هو منبر العلم والدين والعلم الوسطي الحقيقي. لكن امبارح لما تفاجأ ان قاضي جليل بيسأل احد يعني هو بيدعي ان هو داعيه اسلامي، يقول له تخصصك ايه؟ مش عارف تخصصه ايه، مش عارف يقول انا متخصص في علم كذا، يقول له انا كنت بقول للناس صلوا على النبي. ده كلام يا جماعه، ده كلام يخرج من واحد الناس بتسمعه ومشيت وراه. طب فكرك ايه؟ قال له اصل انا فكري يعني قال انا فكر الصحابه. طب ما كلنا بنتعلم الصحابه. النهارده اللي انا عايز اقوله ايه؟ في ناس كتير غلطت ومشيت في الغلط من غير ما تاخد بالها. مش كل واحد رب دقنه ولبس الجلابيه ولبس الجلابيه البيضة بقى شيخ. يمكن كان معايا الدكتور عطيه لاشين في اللقاء السابق ولقاء مهم. الدكتور عطيه لاشين عالم استاذ دكتور، ما ينفعش تروح تستفتيه اهو اتكشف قدام هيئه المحكمه تخصصك ايه؟ طلع دبلوم معلمين. طب ازاي ده بدبلوم معلمين؟ الميديا بقى عملوا له شرايط ما يقدرش يفتي.
ليس عالما، لا يستطيع أن يفتي في الدين إلا من أعطي الإجازة. الإجازة تيجي من الأزهر الشريف أو من الجامعات الموثقة في هذا المجال. الدين يا جماعة بيغير، الدين بيغير بلدان وبيغير ناس وبيغير أخلاق. أنا بشكر الدكتور حاتم زغلول على تشريفه لينا في برنامج ضد الفوضى وفي قناة الصحة والجمال اللي احنا بنفتخر ان احنا بنعمل فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبنؤدي رسالة شريفة، وبعتذر على المداخلات. والدكتور معايا كنت حابب ان انا يعني اخد اكتر وقت لنفهم الدنيا رايحة فين، وان شاء الله ان شاء الله اذا كنا من اهل الدنيا وكتب الله لنا يعني عمرا يكون معانا الدكتور حاتم قريبا في امور جديدة، في علوم جديدة، في أفكار جديدة، ابتكارات جديدة. أشوفكم على خير، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.